السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الأب تاع حسام عوار، يعني كلام تاعو يعني كلام لا يستهان به، تصريحات اللي دارهم لا يستهان بها. قلنا لكم بلي كاين ناس يعني وين يحاولوا بكل طرق، كانوا يحاولوا بكل طرق يعني وين بضغوطات، هو كي قال لك وين طالبت من ابني الاختيار الجزائر سنة 2019، لكن أطراف خافية حاولت التلاعب بابني المراهق وإغرائه بالأموال فقط من أجل إبعاده عن بلده الأصلي. الآن أنا فخور به وسترون ماذا سيفعل. يا ودي نقول لكم كلمة، شنو نقول لكم كلمة ونعاود لكم، داروا كلش باش عوار ما يجيش. أنا لا لازم خاطش على ذاك عوار، لو كان جا في 2020 ولا 2019 بعد 2019 بعد الكأس المشؤومة، الكأس اللي جبناها الملعونة، كأس ملعونة، هذه كأس ملعونة، يعني كانت كيما نقولوا حنايا يعني شؤم على الجزائر. هذه الكأس اللي جبناها 2019 كانت شؤم، كانت فعلا شؤم على الجزائر، لأن يعني صنعت بها خرجوا ناس يعبدوا بنيادم، وزادت صنعت لنا فراعنة وعصابة خطيرة، كونت لنا هذيك الكأس كونت لنا عصابة، أخطر عصابة في تاريخ كرة القدم الجزائرية. كونت لنا فرعون، صنعوا فرعون بالخف، ميصابو معيشري مساكين، وهما أعداء الجزائر. يعني كاين مساكين اللي هنا في الجزائر غير يمشوا، يعني غير يمشوا بالصح. كيفاش راحت كيفاش مشات، انتوما راكم هذو أعداء الجزائر وما يعرفوا واش راني نهدر. قاتش على راحوا يضربوا منا، يضربوا من ضربوا المؤسسه العسكريه، ضربوا ما صعبوا كي يدخلوا، راحوا للزيت، راحوا للفلو، راحوا للبوراك، راحوا ما صعبوا كاع كي يدخلوا، قلبوا في روكي البزنازي، قال لك احنا هذا هو اللي نمشوا به البروجي تاعنا. وك ما صعب، كلنا كلنا، واحد يقول لك خط احمر، واحد يقول لك خط وردي، واحد يقول لك خط تاع نخلة، واحد يقول لك خط تاع خط بيضاء، واحد منا بالا كو ولا يروح، شكون اللي غادي يشكون؟ خمم على امك ولا باباك الى راح، خمم على امك ولا باباك الى راح. وما الجزائر عندها ربي وعندها رجالها، الجزائر كاين ربي وكاين رجالها، انت خمم بكي على امك ولا باباك؟ لا ماشي بنادم اللي يدي 6 مليار ويدي نجي نبكي عليه، انا والله ما نبكي عليه، والله ما يشفني كاع. خلينا نبي راسك بيت واحد عندنا الجزائر، سي بورتو الجزائر، ها راه وين راه ولا بابا شكلكم. واش كنا نقولوا لكم حنا، كي كنا نقولوا لكم كان قادر كلو كان جا في 2019 2020 ما كانش غادي يجيبوه. وين لحقت هادو شان الناس في اليوتيوب ولا في المواقع ولا بعض الصحفيين، يعني وين يفرحوا كي لعاب يروح لبغات في الايديسات يفرحوا، يخرجوا يقولوا قلنا لكم بلي باغين فرنسا، يا ودي ايديسات ولا عوار قال لكم انا ولا راح، فرحانين الناس ولا تفرح هما يقصروا بلي غايضتهم، هما فرحانين كي راح لفرنسا، هما فرحانين عوار كي راح لفرنسا، فرحانين مقصرين باللي غايضتهم، بصح هما فرحانين يبانو زعما ابطال، نحسهم قوم باطل قومي، ودي روح نيك روحها ما كان لا باطل قومي لا والو، باطل قومي شادت هذا اخر عوار راح، انت خرجت تذبح كي الكلب هذا ما كان، ومن بعد عوار راه جاي غادي تولي تذبح عليه كي الكلب وصايف هذا مكان عوار عوار خائن، هاي 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 بعد عاود رد انت تديلو ميداي تاع الشرفاء، انت تلصق بعد بروبليم، انت تلصق هنا كي الكلب، انت عايرتو اصبحت عليه
كي الكلب، وغادي تولي تصفق عليه بك عائلتك وفمك ولسانك وكاع صوا كاع قوايمك يصفقوا على عوار، وكي الكلب هذيك خاطري انتما كلاب تلهثون وتجرون من اجل اسيادكم فقط، ما عندكمش مبادئ. انا خطره برك عجبني الاخر وهضرت معاه كي سمو بورح لي عيط له قلت له في ديستاسيون شيخ، قال لي انا قلت له تعجب، قلت له عجبتني عندك مبدا تاع نهار تاع ديلور دروك هذا المدرب ديلور عروسه ديلور زورو نكته ديلور غير مكان لا يجي ديلور من دي وخارجين هذوك لي باطار هذوك لي يتنابحوا هذوك الكلاب اللي يجروا من اجل اسيادهم تاع في اليوتيوب هذوك لي باطار من نوع ديلور خاين ديلور كون نقلبوه نقطعوه ديلور منا كل واحد ولي زعيم زعيم في ذاك البلاصه اللي قاعد فيها هذا مكان عنده ذاك الكاري هكا هذاك البلاصه اللي يهدر فيها هذا مكان مليان ماشي زايد ديلور منا ديلور 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 حنا الحمد لله ربي قلنا لكم غادي يجي وقت غادي غادي يعيط يعيط لديلور يعيط ديلور يعيط ديلور خاطر قلنا لكم بلي هذا انا قلت لكم بلي هذا ماشي مدرب كون جا مدرب وعندو اللبسه تاعه ديلور راح والله ما على بالي به نجيب واحد اخر نجيب واحد خير من ديلور ونخدم ليه كيما نخدم هو ما عندوش لمسه هو تاكل على واحد لي تيري دخل الشبكه برك هذا مكان ماشي تاكل على روحه تاكل على واحد كيما يجي يجري طاف دب دب ويار يخرجوا من يد الكار او لولا 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 المدرب لولا المدرب هذا مكان على منا لا مليا باي تلعب باي تخدم في ليكيب ناسيون باي تولي اونترينر قول يا ودي المدرب يقوم بدور كبير يا صاحبي تولي تولي مساعد قال ما كاينش يعطوك يعطوك تاع زراني هاي تبر عليه قلت له في لي ستاسيون الشيخ قال لي علاه قلت له عجبتني قلت له عندك مبدا خاطش علاه نهار اللي قال لك بلي ديلور بيولي نهار اللي ديلور قال لهم بيولي قال لهم انا ما يوليش صايك سيمو هذا على بيولي مدرب هدر فيه ومنه وقال لك صايك نساوه هذا ديلور نساوه بصح المشرف تاعكم المونديالي في الاحلام موندياليين في الارامسي في البي بي سي موندياليين يعني قال لكم نساوه من بعد عاودوا عيطوا خرجوا معاه لا قال لك كي لونترينر قال احنا رانا مع لونترينر تعرفوا هذه وتعرفوا هذه سقسوا رئيس البابور رئيس البابور يعرف هذه كي تقولوا تعرفوا هذه تعرفوا روحكم انتوما كي دايرين انا اقول لكم تطردوا فيه عوار وبعد عاود عوار ما يجيب انتوما عوار اي تنور راكم جايبينه يعني باش تمشوا الوقت تاعكم وراكم لليوم راكم تبكوا خاطش هما ماشي باغين هذا المدرب ماشي باغين هذا المدرب انا نبقى حايل من يقول لك المدرب راسل عوار لي سالخ يا ولدي لا ولا تبع الضحك يقولك المدرب راسل يا ودي والله ما يتصورش معاه ويكون عليه بالي بلي ما يتصور معاه ويقولكم بالنهار ولا يومين تسمى لا لقاه ولا ما لقاهش اما يقول الله ما تكذبوش راكم تكذبوا انا راكم تكذبوا اكثر من الصح مازال ما كنتوش صح كاع هذي شو كاع الصوالح راكم تهضروا مكاشي مدرب ما مدرب مازال شو مام المدرب مازال ما سنياش مازال ما سنياش مازال مازال راهم يقرا يعطوه 2025 لهنا انا نقول لكم يقرا في طول قال بالك بالك يعطونا 2025 لهنا اذا يقرا 2025 يا ودي نعطيك زوج نعطيك 2024 هنا ونعطيك 2025 هنا وما تديهاش يا المشرف نقول لك على ما تديهاش بكل بساطة لأنك أنت لست بمدرب أو لديك الحلول حلول عند اللعابة واللعابة كملوا ولي زونترينر قراوك يعني ما عندكش إلا غالب هذه هي ولا لك وأنت خايفني في راسك تا والله ما مدرب كاع أنا نقول لك منظر وقول راكش مدرب اسمح لنا الله خالب هذه حقيقة نقول لك تربح ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي بشي ابوني معنا
وديما معكم جديد، وربي يحفظكم خاوتي، صحيتو.